نرجع تاني مع بعض وفقرتنا الاسبوعيه، بس كان المفروض تبقى يوم الخميس، بس يوم الخميس كانت الاعلامي كتير شويه فنقلنا الفقره النهارده بس مؤقتا، لكن هنرجع تاني يوم الخميس ان شاء الله. النهارده بيشرفني استاذ احمد الخضري والاستاذ اسلام صادق. ازيك يا استاذ احمد؟ كريم منور. اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام. كله تمام. ازيك يا استاذ اسلام؟ ازيك كابتن كريم؟ كله تمام الحمد لله. الحمد لله. طيب خلينا نبدا ونخش في الموضوع على طول. يعني ما خدتش رايكم، انا كان المفروض نتكلم في موضوع المنتخب الاولمبي، عندنا بعض الاحداث الحاليه، فعايز اخد رايكم الاول في موضوع المنتخب الاولمبي. احنا كنا ناقشنا الموضوع ده قبل السفر للسنغال، كنا متوقعين المنتخب ممكن يعمل حاجه كويسه ويصعد الاولمبياد، فعايز اعرف وجهه نظركم والاسباب في عدم وصولنا. في اسباب كتير اتقالت، لكن انتوا رايكم ايه في الموضوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الاول برضو انا برضو بنقل طاقم التحكيم بتاع النهارده ده، طبعا حدث مروع، يعني اللي هو احمد خميس واحمد جمال وهاب عويس، يعني الثلاثه الحكام يعني اللي هم النهارده دول هم راجعين في طريق الفيوم. أي. ربنا يرحمهم يا رب وتقدرهم. يعني منتخب الاولمبيا يا كابتن كريم، هي طبعا قبل ما نتكلم عن منتخب الاولمبيا عايز اول حاجتين ثابتين. انا كابتن حسام البدري مدرب كبير، مدرب محترم ومدرب شخصية قوية، يعني بغض النظر عن أي كلام جاي أو كلام بيتقال أو كلام ده. لكن عايز أقول تاني، ضد كل اللي بيتقال. أنا شايف المرة دي إن اتحاد الكرة بين قوسين الفاشل أو المشارك وفر كل الإمكانيات لكابتن حسين البدري. أنا قلت الكلام ده الأسبوع يعني للأمانة، فأنا ما بقولش إن اتحاد الكرة يبقى كده اتحاد الكرة ناجح، لا اتحاد الكرة مش ناجح، لكن مع المنتخب الأولمبي عمل له كل حاجة، مستحقات، المنتخب الوحيد اللي استلم لبسه، الشتوي مش الشتوي، الكلام ده خدوا كل حاجة. فترة الإعداد أربع معسكرات، كل حاجة عملوها اتعملت يعني واتاخدت يعني تمام، ما عملوش أي حاجة. هو اسلام بيعمل ايه؟ اسلام في دبانة بس مضايقة بيموتها. بيعمل ايه اسلام؟ الأربع معسكرات، يعني عايز أقول إن المنتخب ده أخد حقه تمام. في وجهة نظر المتواضعة إن هي أسباب بيتخاصم بيها اللعيبة المرة دي، اللعيبة والكابتن حسام. اللعيبه وكابتن حسام. كابتن حسام البدري مشكلته ان هو برضو مش هقول الالفاظ الجامده العنجهيه والغرور او الكلام ده، لا، هو انت كله مدرب ليه شخصيته وليه تعامله مع اللعيبه. لكن اللي انا عرفته على الكلام ده ان هو فقد السيطره على اللعيبه. وصل لدرجه ان هو فقد السيطره على اللعيبه، ان هو اتعامل برضو ان هو لا بيبص ان هو بعد رايح البرازيل ريو دي جانيرو هيوصل ولا ما يوصلش، ولا يعني خلاص بيتعامل ان لا ان دي عمليه منتهيه خلاص. هقول لك هنا لعب، انا بعدهم لك اسباب النهارده فتره الاعداد لما جه برضه وافق ان هو يلعب في شرم الشيخ، ودي ملاعب نجيل طبيعي مش نجيل صناعي، لكن الاساس ان هو ما قدرش يسيطر على لعيبته، ان هو تعامل برضه بتعالي شويه مع الـ مع الـ مع الـ مع البطوله. اللعيبه نفسها بقى المشكله، مش هقول ان المنتخب الكبير السبب، بس انت يا كابتن كريم لما لعيب بيوصل يلعب المنتخب الكبير وينزل بعد كده، عقليه اللاعب المصري ما بتستوعبش الكلام ده. بحس انه نازل يلعب في حاجه بقى، يعني بقى إيه؟ خلاص انا بلعب في المنتخب الاول، انا نجم، انا بلعب مع منتخب كبير، بلعب مع لعيبه كبار قوي، هنزل مع دول، الفندق غير الفندق، المكافئات غير المكافئات، الاهتمام الاعلامي غير الاهتمام الاعلامي، فانا بحس يعني بالعكس احنا كنا مهتمين جامد جدا بالبطوله دي، هو برضو يعني توصلنا اولمبيات. انت اهتميت في الاخر، انا اقول لك انا اللاعب المصري ما بيستوعبش دي، ما بيستوعبش ان هو ان في المرحله دي ان دي هتؤديك لطريق ثاني. برضو اللعيب هناك معظم اللعيبه لا بتتعامل بتعالي بنجوميه ان هي بتسوق نفسها، يعني هي مش رايحه لهدف المنتخب، الهدف ان هم يكسبوا، لا، الطبع الفردي ان كل لعيب يسوق نفسه ان هو يحاول يوصل، ان هو يحاول يستفيد من الاشتراك. فده طبعا ادى لمهزله. المشكله كمان ان الناحيه الفنيه كانت وحشه بالنسبه للمنتخب. لا ده ما فيش، يعني الحاجات اللي بتتكلم دي فيها حاجات نفسيه حاجات بدنيه، لكن الناحيه الفنيه كشكل فرقه، كفرقه بتهاجم فرقه بتدافع، كانش فيه شكل واضح. خصوصا في الماتش الاخير، الماتش اللي هو المهم اللي يصعدك مع مالي اللي ما عندهاش فرصه. ولا كنا بنهاجم ولا كنا بندافع، وكان الشكل وحش جدا في الملعب. لا انا اللي اتصوره ان هو الاساس البدايه بتفرق. يعني ماتش الجزائر ان انت ايوه، بس انت ما خسرتش من الجزائر، ما خسرتش من نيجيريا، لا لا فعندك امل تكسب مالي نيجيريا. لا هو ماتش نيجيريا، هو ماتش نيجيريا تحديدا هو اللي فرق مع المنتخب. انت كسبت ماتش نيجيريا، اتصور انت كنت هتكمل يعني كويس، احنا كنا خسرانين 2-0. ما انا بقول لك يعني ماتش نيجيريا تحديدا ان انت تكسب دايما البدايات، مش هقول لك ان الجزائر بس انت لحقت نفسك في نيجيريا، لكن مع نيجيريا انت لو كنت كسبت كنت هتكسب. نيجيريا خدت البطوله، كسبت دلوقتي الجزائر 2-1 وخدت البطوله، بس كده كده مش فارقه. وجنوب افريقيا الثالث، وجنوب افريقيا الثالث، وجنوب افريقيا لسه جايبين الماتش وسط برضه ثالث. السنغال ضيعت 100 ضربه جزاء يعني في المباراه. فانا عايز اقول برضو ان كانت فرصه تاريخيه، يعني الناس اللعيبه مش مقدره ان انت جيل
جيل خلاص يعني تعرف كان قريب قوي من حلم المونديال وبيضيع الفرصه في ايده. يعني انت الفرصه معاك لاخر مباراه صح. انت تكسب خلاص هتصعد والكلام ده. فانا بقول انا من وجهه نظري اتحاد الكوره بريء من النقطه دي خالص. وفر لكابتن حسام كل حاجه اكيد في تفاصيل صغيره ممكن يكون اثر فيها الاتحاد. لكن هو انا قلت حاجه يعني على اتحاد الكوره، قلت ان هم عملوا فعلا كل حاجه الكابتن حسام او معظم الحاجات نقول 80%. ولكن ربنا مش عايز يكرمه، بس هي كده احنا بقول لك يعني تحس ان من كتر ما هو في حاجات غلط وفي حاجات مش مظبوطه يعني ربنا مش عايز يفرحهم ويفرحنا ان هم ماشيين غلط. لا غلط يعني انا خدتها بناحيه ايمانيه شويه وناحيه ربانيه. في الجلسه الاخيره مش عايزين يعملوا بيان اعتذار يعني يعني في اكتر من كده يعني هو كل الحاجات غلط. فانا بقول لك في الاول والاخر لكن اتحاد الكره ملوش دور في النقطه. اسلام رايك ايه في قصه المنتخب الاولمبي؟ يعني هو اولا بنعي طبعا الضحايا الحكام اللي توفاهم الله النهارده، وربنا سبحانه وتعالى يصبر اهاليهم واسرهم، ده رقم واحد. رقم اتنين كده انت ليك عندي عزومه على عزومه سمك. عزومه سمك مش عزومه، هي عزومه سمك. ايوه ليكوا. لا استاذ احمد معلش انا اسف حضرتك اللي انا يعني كنا بنتكلم قبل البطوله. هو اسلام يقول لك على قبل البطوله وعلى المنتخب وبتاع وقت ما انا كنت يعني في شرم الشيخ مع معسكر المنتخب الاولمبي وكنا بنتكلم، فكريم قال لي لا يعني من خلال الماتشين اللي كان شافهم كمان في الكاميرون تحديدا، قال لي لا يعني صعب ان احنا نوصل من خلال رؤيته الفنيه. انا كان من خلال كنت يعني متوسم في المنتخب ده ان احنا ممكن نقدر نعمل حاجه من خلال الجهاز الفني زي ما انت قلت حسام البدري واسامه عرابي، ان هم يعني ما حدش يقدر يختلف على امكانياتهم. عندك لعيبه هم اللعيبه المميزين جدا في الدوري المصري، سواء كهربا، مصطفى فتحي، رمضان صبحي، رامي ربيعة، اسماء يعني كريم نيدفيد، يعني اسماء مهمه جدا، وان شاء الله يكون ليهم مستقبل الفتره اللي جايه. فكل دوت من خلال طبعا يعني المعطيات كلها، وان كان طبعا انا كنت مستبعد اتحاد الكوره ان يكون لي دور ايجابي مع المنتخب الاولمبي. في نفس الوقت يعني فتره هنا على عزومه سمك، فقال لي لا، قال لي احنا مش هنوصل، الموضوع صعب. رغم ان انا ايه جانب انت اتمنى من جوايا اه بس ايه اللي خلاك تقول كده؟ يعني هو حتى قالها لي، قال لي انا نفسي تاهله طبعا، لان دوت هيبقى انجاز مهم جدا للجيل الحالي، ولكن في نفس الوقت الى جانب انك انت بتلاعب منتخبات. يعني انا كنت بقول ايه، انت بتلاعب المنتخبات دي بدون محترفين بدون اللاعبين اللي هم الاساسيين بتاعتهم في اوروبا، وبالتالي هتبقى المساله افضل بشكل كبير. الناس اللي كانت غايبه عنك المحترفين مش هيكونوا مؤثرين زي المنتخبات الثانيه اللي انت بتلاعبهم، تحديدا نيجيريا والجزائر. انا لغايه دلوقتي مش عارف سبب واضح، باستثناء انا بختلف مع الخضري ان اتحاد الكره وفر كل شيء. انطباع الاجهزه الفنيه والمدربين لما بيكون شايف اتحاد الكره مش عامل سياسه محدده للمنتخبات بصفه عامه، ده بيتنقل للاجهزه الفنيه للمنتخبات، ده رقم واحد. رقم اتنين فكره ان حسام البدري قبل كده كان الجوهري وكان حسن شحاته اللي هم المثالين اللي هم نجحوا، على طول كانوا بيعملوا ايه؟ بيبعدوا المنتخب دوت بتاعهم فرقتهم عن اتحاد الكوره. كان قبل كده لما تيجي تروح لي ولسه انا مقابل اللي هو حرب الدهشوري يعني في فرح بنت الاستاذ جمال العاصي. انا عايز اقول مبروك للاستاذ جمال العاصي، وعايز اقول له ان اسلام انت بلغت اسلام يقول لي اسلام ما قاليش. ماشي اسلام ما قاليش برضه والله يا استاذ احمد، والله اسلام قال لي كان عارف كلمني انت، كلمني الساعه 9 الا ربع امبارح، قال لي على فكره فرح بنت الاستاذ جمال العاصي الساعه 9. المهم خلينا بس ايه عشان انت ما قلتلوش، هو عارف. بقول له مبروك، ولو كان اسلام بلغني كنت جيت. كلمني 9 الا ربع قال لي انا نازل. لا ما حصلش فرح، قلت له فرح يا اسلام، قال لي فرح بنت الاستاذ جمال العاصي. لا والله زي ما بقول لك كده، ده اللي حصل. انت عايز تخلع دي حاجه ثانيه. المهم فاللي هو حرب كان بيكلمني فيه ان الكابتن محمود الجوهري
كان بيعزل المنتخب بتاعه عن اتحاد الكرة. نفس الامر لو انت تفتكر طبعا حسن شحاتة كان افتكر وما اقدرش انسى يعني كان كان بيعزل اتحاد الكرة المنتخب بتاعه عن اتحاد الكرة. ده يمكن الخطأ اللي كان وقع في الجهاز الفني. وكلنا كلنا بنتكلم على ان شخصية حسام البدري هيكون ليها دور مع اللاعبين اكتر من مرة ان هو عايز يمشي بالظبط. فاكر ده دي جزئية قبل البطولة بشهرين شهرين وشوية. هو اللي يأكد لك دوت والناس برضو اللي عملت حملة على حسام البدري ان حسام البدري نجح مع الاهلي ونجح مع المريخ السوداني. بلاش مع الاهلي عشان اي حد هيقول لك ايه ما تسوب النجاح مع الاهلي مع اي حد مع محمد يعني مع كامل الاحترام للمدربين اللي تولوا اداره الاداره الفنيه في النادي الاهلي لكن نجح مع المريخ السوداني وخد دوري حقق نتائج الى حد ما بشكل يعني مش هتروح مع انبي كمان مع انبي الانطباع السائد للاعبين والجهاز الفني ان اتحاد الكوره ده فاشل ما بيعملش حاجه. فكره ابراهيم عبد العزيز من شويه دخل معايا مدرب حراس المرمى وقال لي العلاقه ما بين اللاعبين مش كويسه، هل ده مبرر من الجهاز الفني ولا فعلا ده حقيقي؟ ده لسه هقول لك النقطه الثانيه. لا ده النقطه الثانيه ناس بتزعل انا كنت بتكلم مع احد افراد الجهاز الفني قبل ما ادخل لك وبيقول لك ان اللاعبين تحديدا اللي اسمائهم النجوم كبيره النجوم شايفين نفسه بس خلي بالك برضو دي سيطرة الجهاز الفني يعني برضو مهما وبيقول كان المنتخب الأول كان فيه أبو تريكة ومش عارف مين ومين ومين بس كان فيه سيطرة سواء كابتن جوهري كابتن حسن شحاتة أو الجهاز اللي مسك لكن هو كان بيقول لك إن إحنا كنا بنقعد معاهم بشكل يومي لكن ما تعرفش اللي جواهم إيه برضو يعني اللي جواهم ان هم كمان اتصدموا بعد ما شافوا هم كانوا بيتعاملوا مع ماتش الجزائر ان هم كده كده هينزلوا يكسبوا نفس الامر مع مالي نفس الامر مع نيجيريا الى جانب ده كان بقى من داخل الجهاز الفني ان اللاعبين نفسهم ما كانوش بيتعاونوا مع بعض داخل الملعب زي ما قال الخضري انشغلهم كمان كهربا رايح عشان يحترف رمضان صبحي رايح عشان يحترف مسعد عوض رامي ربيعه ايا كان الاسماء فكان انشغالهم اكتر بالظهور الفردي اكتر منه الظهور الجماعي وده سيطره جهاز فني بالظبط طبعا بالظبط ولكن زي ما بقول لك هي يعني من ضمن فشل اتحاد الكره كل المنتخبات مش المجلس الحالي هفضل اقولها واكررها اللي جاب المجلس الحالي المجلس الحالي مش دو الناس ديت جايه بالظبط زي ما انت جايب حد ملوش اي علاقه بكره القدم وبتوليه اكبر مؤسسه او المؤسسه الرياضيه اللي بتدير كره القدم في نفس الوقت مين اللي جاب دول الثلاثه اللي بيتحايلوا على بند الثمان سنين واللي تحايلوا على بند الثمان سنين وهم دول بؤره الازمه الاساسيه مش عايز اقول بؤره حاجه فاهمني لكن هم عارفين بؤرة الأزمة الأساسية في الكرة المصرية هم دول اللي بيغسلوا ايديهم دلوقتي من فشل المنتخبات الوطنية هم دول نفسهم اللي اختاروا الأجهزة الفنية اللي فاتوا وخلي بالك حسام البدري ما جاش لأنه كفء ولأنه مميز حسام البدري جه في صفقة مش علشان ده حسام البدري اللي عنده تاريخ تدري كانت صفقة مع هنا بوريدة علشان اختيار احد الاجهزة الفنية لمنتخبات الناشئين وفي نفس الوقت تم في المقابل يعني كان هنا بوريدة عنده رغبة ان يجيب جهاز معين لمنتخب الناشئين وفي نفس الوقت الناشئين هو مريض كام ايا كان ماشي وفي نفس الوقت كان حمادة المصري وبعض الاعضاء لديهم رغبة ان هم يعني يعينوا حسام البدري والجهاز اللي انت شفته دوت في المنتخب الاولمبي وكان عندهم اعتراض على اختيار هنا بوريدة لأحد الاجهزة الفنية للمنتخبات الناشئين وافقوا على ده مقابل ان حسام البدري يتولى ان هنا بوريدة يوافق ان حسام البدري يمسك منتخب اولمبي بالظبط علشان ما هو ده اللي بيوري لك الناس اللي بتقعد تقول لك هنا بوريدة ملوش دعوة لا هاني بيدير وشوبير بيدير وحازم الهواري بيديره واللي يقولك لغايه مصمم شوبير وحازم الهواري طبعا انا بقول لك حازم الهواري لغايه دلوقتي بيتدخل في
رئيس لجنة الحكام اللي جاي وأعضاء مجلس الإدارة في خلافات، والمفروض إن هم عندهم اجتماع يوم الأربعاء علشان دوت. أحد المدربين اللي يوم الاثنين بيمشي، لا الاثنين ده الأهلي، الاتحاد الكرة الأربعاء، أيا كان الأربعاء الثلاثة هي الموضوع مش هيتغير. وبالتالي هو كل اللي بيشغلهم إيه دلوقتي؟ اللي بيشغلهم مين اللي هيدخل في قائمة هنا بوريدة؟ اللي بيشغلهم دلوقتي إلغاء بند الثمان سنين في الجمعية العمومية المقبلة، واللي هم برضو المحركين الأساسيين للجمعية العمومية في اتحاد الكرة، هم بيحركوا الجمعية العمومية زي قطعة الشطرنج. وأنا بكلمك بمنتهى الأمانة، وفي النهاية علشان يحافظوا على مقاعدهم، وفي النهاية علشان بس أنا ما تزعلش مني، أنا يعني إيه مش متداخل زيك في اتحاد الكرة، بس أنا مش شايف دور لكابتن حازم نوال. مين؟ أنا مش شايف دور داخل اتحاد الكرة لكابتن حازم نوال. أنت مش شايف، لكن أنا بقول لك إيه اللي بيحصل. إيه اللي بيحصل داخل تشكيل داخل قائمة هنا بوريدة دلوقتي؟ الحملة مثلا سمير زاهر قال إن هو عايز انتخابات وهيعلن قائمته الأسبوع الخناق. الخناقة اللي حاصلة ما بين سمير زاهر، طب هل سمير زاهر هيتمسك بدوره أو هيتمسك بموقفه في انتخابات اتحاد الكرة؟ لا، ولا لما هيقعد وهيجيبوه يقعد مع هو هنا بوريدة ويتفقوا، ده يجي رئيس رابطة المحترفين اللي هو سمير زاهر مقابل هنا بوريدة، يجي رئيس اتحاد الكرة. خلي بالك هنا بوريدة هيتولى رئاسة اتحاد الكرة، يعني هيتولى رئاسة اتحاد الكرة هنا بوريدة اللي بيعمله ده كله ماشي، مش علشان في النهاية هيسيب الموضوع لسمير زاهر، وهو ماشي بخطوات ثابتة جدا وبيجهزها من وقت اختيار جمال علام. جمال علام اللي اختاره سنة مريدة لو جه كرئيس جمال علام اللي اختاره. لا خلينا نكمل لك، لان المعلومات ممكن يكون عنده كفاءة ان هو يدير اتحاد الكرة كرئيس. خلي بالك انا شوبير الهالي، انا اللي جايب جمال علام، وانا اللي قلت لهم روحوا هاتوا جمال علام، وقلت لحازم الهواري روح هات جمال علام، لان جمال علام كان وقتها موجود في الاقصر. لكن فده اللي انا بقول لك، اللي دلوقتي بيقول لك يعني انا بقعد اضحك لما بيتم استضافه اعضاء مجلس اداره اتحاد الكوره في بعض البرامج ويقول لك هو انتوا حد بيدير الكوره من بره؟ فيعني واحد لما بيجي يقول لك ايه كابتن كريم هو مين اللي في حد بيشغلك من بره؟ طبيعي هيقول لك لا، فاهمني؟ ففكره انك انت بتقعد تضحك على دي ازمه الكره المصريه، انك انت بقى تلبس او تشيل ما يحدث ده لحسام البدري، ده يا اما انت يعني عايز تضحك على الناس، او انا يعني بحاول اختار لفظ يعني مهذب للي بيحصل، يا اما انت بنتعامل مع الامور ومع القضايا المهمه بسذاجه شديده جدا. تمام. طيب ما اتكلمتش على الامور الفنيه يا اسلام. لا الامور الفنيه انت اتكلمت عنها، كابتن وليد اتكلم عنها، اتكلمت على احداث تؤثر بالسلب. بص يا كابتن كريم، فكره الامور الفنيه ديت دي بتيجي بعد كده، لكن لما توصل بالمنتخبات كلها انها تفشل، اما توصل بالمنتخبات كلها المنتخب الاول مش قادر انك انت توفر له مباراه وديه محترمه، لا ده مش شغل فني. طيب. ملوش علاقه بالشغل الفني. ماشي. دلوقتي اتحاد الكوره في كل مهمه ما بينجحش، منتخبات كلها ما بتنجحش، حتى المنتخب الاولمبي اللي احنا قلنا ده الامل فيه وكذا ومعاه جهاز جامد ولاعيبه جامده وهينجح وهيوصل الاولمبي ما بينجح. مش شايف في حساب يا استاذ احمد؟ مش شايف ان حد بيقول يا جماعه انتوا تعالوا انتوا ماشيين غلط، في حاجه مش مظبوطه؟ تمام. احنا بس اللي بنقعد نهبهب هنا في البرامج. تمام. ونقول ايه خلي بالكم. مش كل يعني انا بتكلم عن نفسنا على الاقل هنا. والحقوا ده مش عارف ايه، ولا حد بيسمع ولا حد بيعمل. الجمعيه العموميه لاتحاد الكوره هتنتخب اللي هي هيربط معاها ويظبطها، مفيش مشكله، ده عادي. ويقعدوا برضو البعض يقعد يصوت كل شويه يقول لك اصلا في مشاكل في كده، وبعدين في الاخر الجمعيه العموميه ما بتتمش، انتخابات بتبقى هي. فين الدور الرقابي؟ انا اتكلمت قبل كده قلت وزير الشباب والرياضه. انا شايف كل الاتحادات ناجحه، عندنا دلوقتي ابطال عالم في التايكوندو،
في الاسكواش 49 وفي العاب القوه وفي كل حاجه في كل الالعاب حتى الالعاب الجماعيه الطايره وتفوقها الاسماء 49 هتقعد اللي وصلوا هذا الكوره لا الكوره ومحدش بيتدخل ومحدش بيراقب ومحدش بيدور على او بيخاف على سمعه مصر او يقول يا جماعه لا تعالوا بقى اوقف ستوب هنا في حاجه غلط تمام دور مين طب الاول برضو يعني لو قلنا نتكلم لازم اتكلم برضو على المنتخب الاولمبي تقول فنيا انا فنيا برضو ما زلت مصر ان هو هتتلاقي في حاجات بسيطه فنان دي بتاعت كابتن حسام البدري مصعد عواد مع احترامي ليه ان هو ما كانش بيلعب المفروض الحارس متحمدي هو كان بيلعب اساس بيلعب مع المقصه والكلام ده هتلاقي وجهات نظر انت بتتكلم في حاجات فرديه انا بتكلم بشكل جماعي انا بس بتكلم بحاجه بس طريقه اداء انا عايز اقول حاجه انا ما زلت انا برضو باكد تاني ان اتحاد الكوره اللي هو بين قوسين اللي هو غير ناجح الفاشل اللي كان بعيد عن الكلام ده لا المسؤوليه كابتن حسام البدري المسؤوليه اللعيبه انا مش هختصر قصه المنتخب الاولمبي تحديدا في اتحاد الكوره او في فشل اتحاد الكوره يعني هي برضو انا اصليه تاريخ طويل من الفشل لاتحاد الكوره ما نجحش في اي حاجه فانا فسهل قوي لا هو سواء لا اتحاد الكوره ده المجلس ده تحديدا واللي اختاره ما زي كريم ما بيقول لك لان هو ده الافشل في تاريخ الاتحادات هو 100 بطوله خرج منها ده بالارقام وبالتالي الموضوع ملهوش علاقه بالشق الفني ده حاجه تانية تتكلموا فيه لا ده مش الاساس بص لا كابتن حسام عارف لو مدرب هي الاداره أسلام. اداره كره القدم المصريه لا لان لم يتم توفير مباريات وديه للمنتخب لا اربع مباريات ما انا بقول لك اهو ما انا بقول لك لم يتم توفير انا مش جاي ادفع بص انا مش عايز اتصور انا جاي ادفع على الاتحاد انا بقول لك بين قوسين الفاشل لا 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 كل واحد له نظره ولا مفيش مشكله انا بقول اتحاد الكره الفاشل لا كابتن حسام الحالي ولا اللي بيدير بجد يا سيدي كله المهم كله دول ودول يعني سيدي هي المشكله لا انت مش فرق لا فرق لا 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 فرق لا 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 لان انت كده مستقبل عدم نجاح لا بص يا كابتن كريم انتوا بتتكلموا دلوقتي على اللي فات انا بتكلم على اللي جاي طب انا اقول وجهه نظري ولا انت بتتكلم على مستقبل الكره المصريه لا انا قلت انا شرحت مستقبل الكره المصريه انت ما عندكش منتخبات خلاص تحت انت ما عندكش انت عندك فجوه برضه اللعيب اللي طالع يمثلك دوليا في الفريق الاول انت بتتكلموا فنيات انت بتتكلموا فنيات وبتتكلم اداريا بتتكلم اداريا انت بتتكلم في اللي بيديره لا. هو انت فاكر ان حسن شحاته لما خد ثلاث بطولات كان اخترع الجيل اللي هو موجود دوت ولا هو كان نتاج الجيل بتاع 2001 بتاع شوقي غريب كان حسن شحاته كان عنده مشاكل لا كان نتيجه تعادل لا لا اسمعني كان نتيجه اتحاد الكره النجاح لا ما انا كنت عايشها 2001 ما هو بص انا بجيب لك وانا حافظ التاريخ كويس جدا 2001 كان منتخب شوقي غريب اللي خد ثالث العالم و2003 منتخب حسن شحاته اللي هو خد بطوله امم افريقيا وعمرو زكي وخرج من دور الثمانيه في بطوله العالم اللي كانت في الامارات لما خرج خسر من الارجنتين في البطوله في دور الثمانيه او بالهدف الذهبي ده الجيل اللي كان موجود نتيجه سياسه مين بقى سياسه مجلس اداره اتحاد الكوره برئاسه اللي هو حرب وقتها اللي هو الاعتماد طيب. على النشاط بتقول ايه يا استاذ احمد انت لا انا مش انت مختلف طبعا لسبب حتى لما نقول الكابتن حسن شحاته مش شخصيه المدرب بتفرق الجيل اللي معاه اللعيبه بتفرق ان هو سيطرته على اللعيبه بتفرق حتى لو الاداره مش مسهله له كل حاجه حتى لو الاداره فاشله بس انت ممكن تقول اتحاد الكره ده حتى نحس يا سيدي مش عارف زي انت قلت مش ماشي معاه حتى يا سيدي طب حتى فرقه توصل ما هو دايما ربنا بيمشي ربنا ايوه بيمشي صح لا انا بقولش ان هم صح ده هم مش صح خالص بس المنتخب ده تحديدا كان هم حتى بيحاولوا يزقوا فيه عايزين اي حاجه يعني تيجي تمشي لكن لا يا جماعه اللعيبه قصرت كابتن حسام البدري قصر كابتن حسام البدري مسك وانا على فكره دايما تاني كابتن حسام البدري مدرب كبير واسم كبير ومدرب قوي واي نادي يتشرف فيه لكن كابتن حسام البدري داخل المنتخب الاولمبي يا كريم واسلام ان هو حاطط ان هو المنتخب الاولمبي ده صغير بالنسبه له ان هو المفروض ان هو كان يمسك المنتخب الكبير فدي برضو يعني طيب حتى بالنسبه له انا بقول لك ان الموضوع اداري ما انا بقول لك طيب ده رايي هذا رايي هذا رايي ما تقول رايك هذا رايي كامل يا صاحبي ماشي اديله فرصه اصلا ما هو كمل ما هذا رايي مش قلت رايي انا دافع انا ما قلتش ما قلتش ما قلتش ما قلتش انا طبعا تاني يعني مش لازم اقول كل مره الاتحاد الكوره مش ناجح لكن لا انت الاول بطوله مش مستاهله برضو الكلام ده انت خدت اربع معسكرات
خدت دعم رحت والكلام ده. لا يا كابتن حسام انت المفروض المجموعه اللعيبه اللي هي النجوم يعني من احسن الاجيال كلعيبه حد في 5-6 منتخب مصر الاول منتخب كبير. لا انا بقول لك ان دي كانت نقمه مش نعمه ان هم في المنتخب الكبير ما قدرش يسيطر عليهم. اللعيبه تهاونت ولعبت باستهتار والكلام ده الاسباب الرئيسيه. انت ممكن ما تكملش بعد كده لكن مش كل حاجه كوره هقول لا اتحاد الكوره. الاتحاد الكوره في دي اللي هو الفاشل برضو لا كان بيدعي الكلام ده. طب عايزين تقول حاجه ثانيه في موضوع المنتخب الاولمبي. انا عايز اقول على كهربا ومصطفى فتحي. كهربا ومصطفى فتحي برضو ان هي اتقال بدري. هو التقرير بتاع كابتن حسام المفروض ان هو لسه يوم الاثنين هيتقدم يوم الاثنين. اللي انا عرفته ان كابتن اسماعيل يوسف اتكلم معاه على حكايه والنادي الاهلي. اتكلم مع كابتن حسام البدري على حكايه ان انت اللي بتقول مصطفى فتحي وكهربا. قال لهم لا ده كهربا لعب الماتشات كلها. هو نفى. ممكن يكون في تقريره عكس كده بس حتى هذه اللحظه كابتن حسام بدري. انا كان حاجه الغريبه بالنسبه لي محمد سالم. كان اول حاجه استبعاد شكري نجيب. انت قلت قبل ما نسافر على فكره كنا هنا في الاوضه. فاكر انا قلت لك شكري نجيب. انا قلت انا مستغرب وكان في يعني تعنت ضد محمد سالم. مش عارف محمد عمل ايه او في حاجه ممكن عملها غلط. كابتن حسام كان دايما يجيب حد مش فيرود يلعبه. ما هي دي مشكله برضه كريم نيدفيد لعيب تحت يلعبه فيرود ويقعد محمد سالم. طب قلنا الماتش اللي بعده طب هيلاعب محمد يروح جايب حسين رجب يعني محمد سالم كان عنده مواصفات القوه والسرعه والفيرود اللي يقدر يلعب طبعاً. ويبقى محطه المنتخب مصر. دي محمد اشرف انا بتكلم فنيا بقى اللي هو الهاف ديفندر عمل الماتش الاولاني كويس قوي امام الجزائر وكان بيلعب كره سهله في نص الملعب وبيساعد رامي ربيعه. ثبت التشكيله لقيته سافرت. مش موجود بعد كده في الماتش. ما ثبتش التشكيله لغايه ما سافرت. فكان في حاجات في حاجات برضه فنيه يعني. طبعا اكيد في حاجات. طيب موضوع مصطفى فتحي وكهربا ايه؟ ما انا بقول لك ان نادي الزمالك فعلا اللعيبه اشتكت من معامله كابتن حسام. لا هو ممكن لا يعني في لعيبه اشتكت طبعا لكن ان هي طلبت التصعيد ورسمي وبتاع لا مفيش. لا يعني كان لعيبه الزمالك طبعا دخلوا ده فيما يخص طبعا الجزئيه بتاعت الاسم الكبير للمدرب وشخصيته بتفرق طبعا. ماشي. لكن انا هرجع لك ل 98 كان مين المشرف على المنتخب مع كابتن جوهري في بوركينا فاسو. مش فاكر. سمير زاهر. كابتن سمير زاهر. طب ما في 2006 و2008 و2010 كابتن سمير زاهر بس كده. ده اللي انا بقول لك شخصيه رئيس اتحاد الكوره لما كان بيكون ليها دور بيقدر ان هو يتدخل في المشاكل والأزمات. مع ان كان في مؤامرات كانت بتحصل ايام الكابتن جوهر ومع ان كان في مؤامرات كانت بتحصل ايام كابتن حسن شحاتة ولما كانوا عايزين يمشوا الكلام ده كله. لكن كان في توقيت معين كان بيبقى كان سمير زاهر قاعد. انا كنت حاضر في 2006 24 ساعه قاعد مع مع المنتخب كان بيبقى فده بيدي انطباع حتى للعيبه وللجهاز الفني ان الكبير بتاع الاتحاد موجود. وده بيفرق في البطولات الكبيره وفي المباريات المصريه والمهمه. طيب عندي ملفين عايز اتكلم فيهم الزمالك والاهلي. تمام. الزمالك تعاقد مع المدير الفني الجديد مستر باكيتا. تمام. انا شايفه تعاقد جيد جدا. هنشوف الفتره اللي جايه طبعا قدام الراجل وقت عشان نقدر نقيمه. لكن طبعا دور الجهاز المعاون المصري الاكثر دلوقتي او الاقوى. تمام. كابتن طارق مصطفى كابتن اسماعيل يوسف كابتن سامي الشيشيني حمادة انور كابتن ايمن طارق كابتن مدحت عبد الهادي. طبعا شايف التعاقد ده ازاي؟ واحنا في الاول قلنا باكيتا لكن كان في تصريحات من نادي الزمالك لسه كنا قايلين برضو لسه مستشار مرتضى منصور يخلص انتخاباته وبعدين هيبدا يفوق للملف ده. وفعلا جه باكيتا كمدير فني نادي الزمالك. تمام. يعني باكيتا من يعني عايز اقول لك من لحظه وصوله واضح ان هو يعني ليه طله ليه شخصيه راجل اسم كبير. انا لغايه دلوقتي انا مستغرب بالمبلغ اللي هو تعاقد بيه. ده قليل على اسم تنازل باكيتا. يعني فهو الراجل جاي واضح بس هو كان اخر تجربه في قطر الغرافه ما كانتش كويسه فعايز الراجل يرجع نفسه تاني طبيعي للسوق. اصلا وزي ما احنا عارفين الزمالك بيبروز لا اي بس مدرب. وقصه برضو قصه التجربه دي يا جماعه ما احكمش عليها على مدرب. انا بحكم على تاريخ. لا تاريخه يعني كويس. لا يعني انا هنا يعني في مصر برضو على احمد حسن عايز اتكلم على احمد حسن. انت طبعا. ما برضو هي الانديه مش مجرد ان انا تجربه ناجحه او تجربتين انا بتضيع تاريخي. لا انا ولسه انا لسه احمد حسن في بدايته التدريبيه ان شاء الله هيمسك حته يعني هيبقى افضل. لا يعني انا انا ما بتكلمش على احمد حسن تحديدا. اي مدرب ده انت بتقيم بتاريخ ما بقيمش انا بموسم حتى او بنص موسم. لا لكن احنا هنا في مصر بنقيم على طول. انت السبع مدرب بيمشي دلوقتي. لا عمليه مش منطقيه. انا عايز اقول على احمد حسن قبل ما نتكلم على كده. أيوه. انا كنت اتمنى ان التجربه تنجح. كان نفسي التجربه تنجح بس هو برده كان في استعجال من كابتن احمد حسن. انت لازم 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 لا لازم تذاكر لازم تدرس لازم تاخد دورات لازم الكلام ده. تجربه ميدو ما نجحتش الا يعني الا بعد اللي بدا لسه بعد خد سنتين خبره خد سنتين والكلام ده
ومش كل مره تنجح العمليه, انت لازم بيبقى معاك ادوات ولاعيبه وكلام ده. خبراته عنده ان شاء الله الفتره الجايه يعني هيمسك حته وهيكسر الدنيا. انا اتمنى انا نفسي انا كان يعني انا متعاطف مع كابتن احمد حسن وبرده حسن ده تاريخ كبير, وشفت برضو ان في تربص وفي بدري ناس يعني مستني هيمشي فلازم لازم هيقع يا جماعه. ما برضو هو مش مدرب هيضغط اكتر. طبعا انضغط اكتر. فانا اتمنى ان احمد يعني او كابتن احمد حسن يكون استفاد من التجربه دي وان يقف على رجله تاني, ودي مش نهايه احمد حسن ان شاء الله باذن الله يكسر الدنيا في نهايه التجربه اللي جايه, وان شاء الله يكون يعني اكيد اتعلم منها حاجات كتير, وهو كلاعب كمان مميز. ما عايز اقول لك حسن شحاته مع المقاولين الامور ما مشيتش. ده اللي انا بقوله عادي يعني. ده اللي انا بقوله. انت بتقولي على باكيتا في 8 9 مدربين متغيرين دلوقتي في بعد 7 اسابيع. 7 المفروض تيالي 7 مش كده, 8 احمد حسن يبقى 8. طلعت كابتن طلعت يوسف. طيب باكيتا ان هو مثلا في قطر ما نجحش, مش لا ده مسك المنتخب السعودي, مسك المنتخب الليبي, مسك الهلال, مسك كاس عالم الناشئين مع البرازيل. فانا لا انا ملغيش التاريخ. ومسك الشباب الاماراتي فانا اعتقد يعني الهلال مسك الهلال مسك الهلال فمسك انديه كبيره. فانا بقول ان مش معقول ان انت او مش ما ربنا وفقكش في موسم او في كذا مباراه ان انا بلغي التاريخ ده ما ينفعش. باكيتا تاريخ وجاي اسمه سابقه بتعاقب بمبلغ ان هو انا شايف ان هو فيه ان هو برضو قدم تنازلات عشان عايز يعيد تلميع اسمه. الزمالك انت زي ما بتقول يا كريم يعني برواز. مع باتشيكو مع فريرا بيعيد تلميع اسمه. الراجل جه عارف الناس مذاكر حافظ كل واحد. كابتن اسماعيل يوسف كان محضر له كل حاجه على كل اللعيبه. كابتن مستر باكيتا خلي بالك صديق جدا مستر فييرا ومستر فييرا محفظه التركيبه بتاعه الزمالك. ده حقيقي يعني انا عرفت المعلومه دي. بس هو جه اللعيبه غير جه اللعيبه يعني مفيش تقريبا كان لعيب معاه خالص. لا هو محفظ تركيبه الزمالك بالجماهير هو استاذ مرتضى بالمجلس وفييرا برده ما تعاملش مع اسماعيل يوسف قايل له كل التفاصيل. فييرا ما تصورش انه اتعامل مع استاذ مرتضى برده كان الاكثر مع بس قاري وحافظ وشايف ابن جنيه ده غير ده مش مدرب ده يعني لا فاهم كل حاجه يعني تحس ان هو مولود. الزمالك هيجيب مين في يناير؟ في اثنين لعيبه, واحد اسمه مندي وفي واحد اسمه سيدي صار مرشحهم كابتن سامي الشيشيني وبعض الوكلاء على نادي الزمالك. هو ممكن الاثنين سنغاليين. لا هو ممكن تلاقي برضو مهاجم الجزائري تحت الجزائري اللي هو بتاع المنتخب الاولمبي اللي هو الحراشي ده ممكن وممكن ده ممكن اقرب. بس هو الزمالك محتاج الاثنين. محتاج الاثنين عشان برضو محتاج اثنين اثنين فراوده كتير. ايه المشكله انت بتجيب؟ لا انت باسم مرسي عنده عروض فعلا وممكن يمشي. هي بمناسبه العروض مفيش حتى انا سامع عروض وايمن حفني ومصطفى فتحي والكلام ده. لا مفيش حد جاله عروض لحد لغايه دلوقتي. واي حد هيجيله عروض ممكن يمشي. مفيش مشكله انت يعني مفيش اي مشكله خالص. بس سامع ان معروف يوسف هيمشي حتى هذه اللحظه. ليه سامع كده؟ ما انا بقول لك عشان يجيبوا اجنبي مكانه. لو جابوا اثنين لكن حتى هذه اللحظه مفيش الكلام ده ومفيش اي لعيب جاله اي عرض. عايز اقول برضو ان باكيتا النهارده اول يوم ينزل تمرين الراجل كريم شخصيه مختلفه تماما مختلفه تماما. راجل بشوش, راجل بيتكلم مع الناس, بيدي مساحه للجهاز جاي عارف اسماعيل يوسف عارف اي منطقه. اشتغل في المنطقه العربيه كتير وعارف بالظبط فاهم يعني فاهم يعني ايه المنطقه العربيه. فاهم دايما برضه بيتعامل يعني خفاف وبيعرفوا يتعاملوا مع الناس. مختلف تماما ومختلف تماما لكن طبعا هو توفيق ان شاء الله ربنا يكرمه. وقرايته السريعه برضه يعني دي تفرق. لو يكون مدرب ومركز وبيقرا بسرعه اللعيبه وامكانياتهم دي تفرق معاه. هو جاي يعني فاهم يعني بقول لك اختصر الطرق يعني هو فاهم واتكلم مع حد زي انت قلت فييرا وبتاع. فهو جاي حافظ العمليه ماشيه ازاي. اسلام باكيتا مع الزمالك متوقع له ايه؟ لا هو انت يعني انا ضد انك انت تحكم على مدرب من قبل ما يبدا. وبالتالي هي المنظومه ديت لابد ان هو يتوفر فيها كل شيء. من ضمنها زي ما بقول لك يعني مش حسام البدري بس فاهمني. هي بتبقى منظومه. المنظومه هي اللي بتساعد. الزمالك لما جه خد الدوري كان في منظومه اداريه, مجلس اداره خليني اكلمك بشكل واقعي اكتر, متمثله في رئيس النادي ماشي. والتعامل وكان لديه رغبه في حصد بطولتين الدوري والكاس وعمل الامكانيات او المقاومات اللي مع اختلاف جاب لعيبه مع اختلاف الاجهزه الفنيه اللي تعاقبت ماشي. اذا المدير الفني مش ما بيكونش ليه دور مهم. اذا رئيس النادي او مجلس الاداره ايا كان اللي عايز يسميها في نفس الوقت اللاعبين ورغبتهم في مواصله الحفاظ على
البطل او ان هو وصل للمركز الاول؟ هل هو خلاص عمله هيقول لك خلاص احنا عملنا اللي في اجيال قبل كده سبقتنا وما عملتوش؟ ده رقم اتنين. وفي نفس الوقت بيجي الجهاز المعاون للمدير الفني الاجنبي، هل هيكون في صراعات ما بين الجهاز المعاون؟ هل هيكون في تضارب في الاختصاصات؟ وبالتالي كل دوت بيكون منظومة متكاملة. ما تقدرش انك انت مع الوقت نقدر ما تقدرش انك انت النهاردة تشيل ده كله وتقول للزمالك لا ده باكيتا نجح او ما نجحش، لكن في النهاية هتكون هي منظومة، وعلى منظومة نادي الزمالك متمثلة في رئيس نادي الزمالك ان هو يستمر زي ما كان عليه نادي الزمالك في الموسم اللي فات. طيب انت كنت بتقول ان في اجتماع مهم للنادي الاهلي. في اجتماع مجلس الادارة يوم الاثنين، طبعا في اجتماع عاصف. ليه بقى؟ اجتماع عاصف لحاجتين. الحاجة الاولى هي مطالبة طاهر الشيخ بالاشراف على فريق الكرة، وسط اعتراض من جبهة محمود طاهر اللي هي متمثلة في كامل زاهر ومحمد عبد الوهاب ومهند ويعني ايا كان، ده رقم واحد. رقم اتنين في نفس الوقت الأزمة المتمثلة في أحمد سعيد نائب رئيس النادي، ان هو كان قال وقت الانتخابات انتخابات النادي الأهلي ان هو مش هيستخدم النادي الأهلي سياسيا، وأصبح دلوقتي عضو مجلس الشعب، وبالتالي هل هيعلن موقفه بشكل نهائي ان هو هيستقيل من مجلس إدارة النادي الأهلي وفقا لتصريحاته اللي كانت في انتخابات النادي الأهلي ان هو مش هيستخدم النادي الأهلي سياسيا؟ ده هنشوفه خلال الفترة اللي جاية او في اجتماع المجلس. يعني ممكن يحصل مشكلة في مجلس إدارة، يبقى في تعارض، يبقى في اختلافات قوية. انت النهاردة يعني هتكمل المشاكل دي انت ولا ممكن تتقفل؟ انت النهاردة نائب رئيس النادي كان اطلق تصريحات وقت انتخابات النادي الأهلي، بس الناس بتنسى ان هو مش هيستخدم النادي الاهلي سياسيا، وان هو مش هيكون ده هو دكتور احمد سعيد نائب الرئيس. وبالتالي هو دلوقتي اصبح عضو مجلس الشعب. هل بقى هيستقيل بعد يعني وفقا لتصريحاته؟ هو في خمسه سته عايزين يستقيلوا الفتره اللي جايه. لا يعني في لا في لكن الازمه الثانيه بالنسبه لطاهر الشيخ، وزي ما بقول لك ان كان في اجتماع امتى؟ الاجتماع يوم الاثنين. يوم الاثنين ان كان في مشكله بسبب مطالبه طاهر الشيخ بالاشراف على فريق الكوره. الاول انا مش شايف ان في مشكله ان عضو مجلس الاداره او نائب رئيس النادي يبقى عضو مجلس الشعب. ده ممكن تبقى دي دعم للنادي، دي ما فيهاش اي حاجه، بغض النظر عن تصريحه ان هو قال هو المهم ان هو ما يستخدمش النادي الاهلي منبر ليه كنائب في البرلمان. طب ما ثروت سويلم مدير التنفيذي للاتحاد بقى نائب في مجلس الشعب. الاكثر ان هو ما فيش لائحه تمنعه ان هو هيستمر في مكانه. فدي حاجه غريبه يعني، طبعا اديت له باور ما بعده باور، وخصوصا هو كده حسب اللائحه هو اللي هيدير الانتخابات اللي جايه. انصار وسويلم راجل محترم وكل حاجه طبعا، بس بقى هو كل حاجه في اتحاد الكوره. انا اعضاء مجلس اداره اتحاد الكوره. يعني شايف ان لما يكون عضو مجلس اداره عضو مجلس شعب لو ماسك عضو مجلس اداره في حته ان سواء اتحاد او نادي يستقيل؟ لا ما قلتش كده. يبقى في تضارب اصلا؟ لا لا يعني انا بقول ايه، اسلام بيقول ان هو ممكن يستخدم النادي الاهلي كمنبر. ما خلاص هو وصل هو مش دي مال دي مالهاش علاقه. لا هو مش انا اللي بقول، انا بقول لك وفق لتصريحاته. لا انا بقول الاولى اللي يبقى موظف رسمي اللي هو زي مثلا مدير الاتحاد مدير نادي. ده انت نائب في مجلس الشعب او في البرلمان، ده بتدي له باور، وده فعلا في اتحاد الكوره اقوى شخصيه في اتحاد الكوره دلوقتي ثروت سويلم. طيب كل واحد يحضر لي خبر، قالوا لي لازم نطلع فاصل كده سريع ونرجع تاني خبر في النهايه نفنش بيه الخبر محدش يعرفه. ما تجيبليش اخبار قديمه يا استاذ احمد لو سمحت. اخبار السياسيه بتاعتك لا دي. حاضر. طيب نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل مع احمد الخضري واسلام صبري. نرجع سريعا مع احمد الخضري واسلام صادق. خبرك بسرعه عشان الوقت. خبر بسرعه ما ينفعش خبرين؟ لا قول خبرين الأول بسرعه. الاول اللي انت قلت من يوم الخميس ان نص لعيبه مصر بتاخد رمضان. لا انا قلت من شهر ونص. لا انا سمعت يوم الخميس. انا بقول لك بقى ان ثلاث ارباع اللعيبه وحان الوقت ان يبقى فيه تحليل نشاطات. قلنا الكلام ده من زمان. يعني هتلاقي بس خصوصا بعيد عن الاهلي والزمالك عشان بيبقى اخضعوا للكشف دول، هتلاقيهم دول الاقل.
لكن ثلاث ارباع اللعيبه خصوصا الدرجه الاولى وبقيه الفرق حاجه يعني صعبه. فانت لو عملت الكشف ده هتلاقي ثلاث ارباع اللعيبه هتطير من الدوري الممتاز يعني. عايز اقول لك ان المفروض ان الكابتن فاروق جعفر راجع القاهره بكره بعد غياب طويل قوي. انا كلمته مشكله كلمته عشان ممكن ما يرجعش هو. كلمته واكد لي ان المشكله اتحلت وان هو جاي بكره ان شاء الله. فبقول له الحمد لله على السلامه. في كابتن عصام عبد الفتاح انا مش عارف ان هو مستقيل ولا مش مستقيل لغايه دلوقتي. هو لغايه دلوقتي اللي انا عرفته ان هو مش مستقيل ما قدمش استقاله رسميه وعايز يستمر دي ودي مع بعض. لا انا بقول لك كده ومش عارف فعلا كده. عايز يمشيها كده يعني. طيب وعايز يترشح انت لا ينفع اللائحه والله. لا ما اللائحه لا 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 اللائحه استقيل واروح. لا 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 مش كان ايش بكره دي اللي قصه. احمد عبد الظاهر مهاجم الاهلي هيكون في ام بي في شهر يناير اللي جاي. واتفق كل مره يقولوا كده. لا اتفق على المبلغ المالي وهياخد شرط الكابتن وهياخد حوالي 2.5 مليون جنيه في احمد ماضي صاحبنا قال لي عندي خبرين مهمين جدا. خبر ان انا نازل اكل كشري عشان قلت قبل الفصل نازل اكل كشري واشرب كوبايه حمص الشاي سايل قوي جدا. الخبر الثاني مش هينفع اقوله. نشوف الجزائر ونيجيريا النهائي. نشوف الهدفين بسرعه. نيجيريا كسبت وخدت بطوله امم افريقيا تحت 23 سنه والفرقتين كانوا قبل المباراه متاهلين يعني. ده ايتيبو ده اللي هو اللاعب النيجيري اللي كان مرشحينه عشان الزمالك. ده 9 هو ده هو ده ايتيبو اللي جاب الجون الاول من ضربه جزاء وبعدين الجزائر اتعادلت. لاعب نيجيري دخل الكره في مرمى بقت 1-1 وبعدين ايتيبو جاب جون تاني لنيجيريا. نيجيريا بتتوج بامم افريقيا تحت 23 سنه. اهو بص خد الكوره لعيب جامد يا اسلام قطر. خلص يا استاذ احمد. الزمالك ماشي خلص. سامي الشيشيني مرشحه خلي بالك خلص قبل الزمالك ده هيتخطف يعني. ده هيتخطف على اوروبا. سامي الشيشيني اضافه كويسه طبعا. جدا طبعا سامي الشيشيني السنغال طبعا الاثنين من دي ضربه جزاء ضيعها منتخب الجزائري في الدقيقه 68 زين الدين فرحات كان ممكن يتعادل. طيب انا بشكركم شكرا جزيلا. شرفتني يا استاذ احمد شرفتني يا استاذ اسلام. بكره عمر جابر بيدور على عروض احتراف ولسه برضه مصمم على الاحتراف الخارجي في يناير ولا في نهايه الموسم يعني على حسب ما تجيله. بس بموافقه اداره الزمالك يعني. لا هو بقول لك لو اي حد جاله عرض وعرض قوي هيحترف. دي ما فيهاش مشاكل. طيب محمد عباس مع مين دلوقتي؟ محمد عباس كابتن ميمي عبد الرازق. كابتن ميمي عبد الرازق نجم مدير الفني نادي سموحه محترم ومظلوم على فكره. استمتعوا مع زميلي محمد عبد محمد عباس مع الكابتن ميمي. محمد عباس طبعا ده نجم كبير. محمد عباس كان مكسر الدنيا في الامارات وكان عامل تغطيه رائعه لمعسكر النادي الاهلي مع زميلتنا طبعا شيما. فتابعونا بقى بعد من خلص برنامجنا حالا بعد 5 دقايق من دلوقتي محمد عباس وحلقه مميزه جدا مع الكابتن ميمي عبد الرازق المدير الفني نادي سموحه. تصبحوا على خير ونتقابل بكره ان شاء الله.